دائما وبمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي، ولأن للنخبة دورا بارزا في بلورة الوعي السياسي والتأطير للثورة، نظم المعهد الوطني للاستراتيجيات الشاملة ندوة فكرية عن النخبة ودورها خلال مراحل الثورة التحريرية وتاريخ الجزائر. هذا التاريخ الذي كان ميلاد النخبة كقاعدة أساسية أسست للثورة الجزائرية، حيث كان نموذج هذه الندوة كلا من المجاهدين لمين دباغين وعمار عماش. دور النخبة، مكان النخبة وواجب النخبة، هذا هما ثلاث جوانب اللي هما أساسية. هذه العناصر يعطيوا الرؤية اللي تقدر ترشد وتعبي الطاقات، وتقدر أيضا تشحد الهمم وكل الإمكانيات.